نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه رسميا العربي الكويتي يعلن إعارة خابة إلى الرجاء وبيع دياكيتي للجيش الملكي. وأعلنت إدارة فريق العربي الكويتي رسميا موافقتها على انتقال اللاعب حمزة خابة لفريق الرجاء الرياضي لمدة موسم واحد بنظام إعارة بمقابل مالي مجزي. وأضاف المكتب المصري للفريق الكويتي في بلاغ رسمي أنه باع عقد المحترف الإيفواري لامين دياكيتي لنادي الجيش الملكي. وكان ملف خابة شهد شد وجد خلال الأيام الماضية قبل ما يتوصلوا فريقي العربي والرجاء الاتفاق بإعارة اللاعب المصري والسابق للفريق الأخضر في انتظار توصل هذا الأخير بطاقته الدولية من الفريق الكويتي. بوكاسي يغادر الرجاء إلى الدوري الليبي. وقرر فريق الرجاء الرياضي إعارة لاعبه الجزائري المهدي بوكاسي للنصر الليبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وفضل فريق الرجاء إعارة لاعبه بوكاسي للنصر الليبي لمدة موسم واحد على اعتبار أن الفريق الأخضر كيتوفر العدد الكافي من اللاعبين الأجانب، بحيث كيتوفر الرجاء حاليا على كل جزائري غاية مرباح ومواطنيه عبد الرؤوف بن غيت ويسري بوزو، بالإضافة للغابوني أكسيل مايي والكونغولي روجي أولو. 22 لاعبا في لائحة الرجاء لمواجهة اتحاد توارقة. وفي تفاصيل الخبر اختار الجهاز الفني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة المدرب التونسي فوزير بنزرتي 22 لاعب من أجل القائمة اللي غتشارك في مباراة الفريق الأخضر واتحاد توارقة اليوم الجمعة. وفيما يلي اللائحة النهائية لفريق الرجاء المستدعى لمواجهة اتحاد توارقة اليوم: حراسة المرمى أنس نيتي، غاية مربح مروان فخر، خط الدفاع إسماعيل مقدام، عبد الإله مذكور، مروان الهدودي، جمال حركاس، عبد الصمد البداوي، زكريا لبيب، وأحمد كومارا، خط الوسط حمزة مجاهد، عبد الرؤوف بن غيت، وليد الصبار، محمد زريدة، محمد الكازي، وعبد الحي فورسي. خط الهجوم سفيان بن جديدة، محمد بولكسود، زكريا حدراف، يسري بوزوق، زكريا الهبطي، وأكسير ماي. يشال أن فريق الرجاء الرياضي غيحل ضيف على اتحاد توارقة اليوم الجمعة بداية من الساعة 6 مساء بمدينة الرباط لحساب الجولة الثانية من الدوري الاحترافي. خبر في نفس السياق بعنوان البنزرتي يرفض الاعتماد على وفد جديد للمرة الثانية. ورفض فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء توجيه الدعوة لمحمود بن تايك باش يكون ضمن اللائحة اللي اختارها لمواجهة فريق اتحاد توارقة اليوم الجمعة. وحسب اللائحة المستدعات فالبنزرتي استبعد بن تايك للمرة الثانية على التوالي بعد ما كان استبعده في المباراة السابقة ضد أولمبيك آسفي. وبدا المدرب التونسي تحفظه على المستوى اللي ظهر به اللاعب الرجاوي بن تايك في المباريات الودية والتدريب. لذلك كان فضل الاعتماد على محمد نايري في المواجهة الأولى ضد الفريق المسفيوي، غير أنه ارتكب أخطاء دفاعية تسببت في إبعاده هو الآخر من لائحة الفريق لمواجهة اتحاد توارقة. وطلب البنزرتي مسؤولي الرجاء التعاقد مع ظهير أيسر جديد، خاصة بعد تسريح كل من أسامة سكحان ومحمد سوبول، الأول لفريق الدفاع الحسين الجديدي والثاني لفريق اتحاد طنجة. حكم صارم يقود قمة الرجاء واتحاد توارقة. وفي تفاصيل الخبر اختارت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية رضوان جيد لإدارة مباراة فريقي الرجاء الرياضي واتحاد توارقة برسم جولة ثانية من البطولة بخو. وكيتكون الطاقم التحكيمي اللي غيقود المواجهة اليوم من رضوان جيد كحكم الساحة والحسن أزكى وكمساعد أول ليه ورشيد اللوزاتي في مهمة المساعد الثاني. في المقابل تم تكليف جواد أمرزوق بمهمة الحكم الرابع. وسندت لجنة التحكيم التابعة للجامعة مهمة متابعة غرفة تقنية فيديو المساعد الفار للحكم محمد بلوط بمساعدة يحيى النوالي. بعد انتقاله لشباب محمدية البدراوي يكشف ساخرا سبب عدم التعاقد مع درار. وفي تفاصيل الخبر علق رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز البدراوي سريعا على انتقال نبيل درار لنادي شباب محمدية بعد ما ارتبط اللاعب بالرجاء حسب مجموعة من التقارير. وتنقلوا انصار فريق الرجاء تسجيل صوتي للبدراوي كيكشف فيه سبب عدم التعاقد مع نبيل درار، وجا فيه درار عنده 36 عام وطالع 37، هذا راه غيولي جد. وتنقلوا انصار الرجاء منصة التواصل الاجتماعي تصريح البدراوي بعد ما كان فريق شباب محمدية نشر عبر صفحته الرسمية صورة لتوقيع درار مرفوقة بتعليق حنا اللي كان بالبلوة في الانتدابات. رسميا الرجاء يضم لاعبا جديدا من الطاس. وفي التفاصيل تعاقد فريق الرجاء الرياضي بصفه رسميه مع متوسط الميدان يوسف الرياني خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه من اجل الاستفاده من خدماته. ووقع يوسف الرياني في كشوفات فريق الرجاء بموجب عقد كيمتد لثلاث مواسم رياضيه اي لغايه يونيو 2025 قادما ليه من الاتحاد البيضاوي الطاس النازل حديثا للقسم الوطني الاول هوات. وكان فريق الرجاء تعاقد مع مجموعه من اللاعبين الجدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكيتعلق الامر بكل محمد بولكسود، اسماعيل مقدام، زكريا حدراف، محمود بن تايك، عبد الحي فورسي، يوسف الحويزي، سعيد ازروال، يسري بوزوق، المهدي بوكاسي، حمزه خابه، حمزه مجاهد، وليد صبار، اكسيل ماي، وروجي اولو.
البدراوي يقرر بناء ملعبين جديدين للرجاء. وأكد عزيز بدراوي أنه غيتم بناء وتجهيز ملعبين بالمساحة الفارغة بأكاديميته بمنطقة بوسكورة خلال المرحلة المقبلة. ووضح البدراوي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام جامعة مساء أمس بسيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية من أجل مناقشة مجموعة من الأمور والملفات اللي كتهم فريقنا العالمي ومن بين افتتاح الأكاديمية. فقررنا بعد عودة كل المسؤولين المعنيين بحضور هذا الافتتاح وخصوصا الحكوميين من عطلهم الصيفية افتتاحها رسميا يوم الاثنين 19 من هذا الشهر. وضاف المتحدث نفسه خلال هذا الاجتماع قدمت الرئيس الجامعة مقترح كيهم بناء وتجهيز ملعبين إضافيين في المساحات الفارغة وغير المستغلة داخل نفس الأكاديمية باش تمكن شريحة كبيرة من الرجاويين من الاستفادة من هذه الملاعب. وتابع البدراوي فوزي القجاع مشكور قبل مقترحي لبناء وتجهيز الملعبين اللي غيكلفوا الجامعة مبلغ 1,800,000 سنتيم. وقال لي بالحرف ما غنقولش لا على أي مشروع غيعطي مستقبلا للاعبين الفريق الرجاء الرياضي والفريق الوطني. واختتم البدراوي تدوينته بالقول غتعطى انطلاقة الأشغال بهذه الملعبين في نفس اليوم مباشرة بعد افتتاح الأكاديمية. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير. في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا